تحل الذكرى 49 للوحدة الوطنية وسط جملة من الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها القضية الصحراوية، أين أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي على أن قرار المحكمة الأوروبية الأخير هو انتصار للحق والقانون والشرعية الدولية. وقد شكل حكم محكمة العدل الأوروبية انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي، من حيث هو انتصار للحق والقانون والعدالة والشرعية. ويبدو أن وقع الصدمة كان كبيراً على نظام المخزن المغربي، ما خلق لديه ارتباكاً واضحاً، حتى وصل به الأمر إلى نفي أي صلة له بالموضوع، مع أنه الطرف الثاني في الاتفاقيات الباطلة بحكم القانون. بينما سجل حضور لافت للمتضامنين تأكيدا ومساندة للشعب الصحراوي. Today أشارك الشعب الصحراوي في احتفالات الذكرى 49 للوحدة الوطنية، إن ذلك يذكرني بما حدث عندنا في بلدنا حينما قررنا الوقوف معا من أجل تحرير ناميبيا. الحال هنا كذلك ينطبق على الأشقاء الصحراويين. اليوم 12 أكتوبر هو حدث تاريخي له دلالة عميقة في مسيرة الشعب الصحراوي، اللي هو رص هذه الوحدة، أن أول الممثل الشرعي والوحيد للصحراويين هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وجه الذهب. هذه الوحدة اللي هي عماد اليوم صمودنا، عماد كفاحنا، هي محطة حاسمة في مسار القضية الصحراوية ومناسبة للتذكير بضرورة وحدة الشعب الصحراوي ورص صفوفه إلى غاية نيله الاستقلال.